السلام الله عليكم اخوان اخوات متتبعي قناة بروفيسيونال اونتيك او احتراف الاونتيك اليوم شاء الله نهضروا في واحد الموضوع شيق جميل رائع أه يعني يحببك يعني المجال الاونتيك والعالم الاونتيك الا وهو العملات واش اي عملات يعني العملات الفضية العملات الذهبية يعني عملات بصفة عامة اللي ساويه أتمنى خيالية يعني لو كنت تملكها فعلا لحققت الثروة لأصبحت ثريا بمعنى الكلمة يعني سنقول لكم يعني هذا العالم دي العملات عالم الروعة بمكان يعني أي واحد قرب منه اكتشفه تعرف عليه قد يعشقه علاش آه لأن هذا العالم العملات المعدنية يعني آه فيه كتلقى مثلا العمله عندها واحد التاريخ عندها واحد القيمه تاريخيه قديمه يعني تربط يعني في واحد الحقبه زمنيه يعني كتعرف كت على واحد الحضارات خلال العملات كت كتعرف على واحد الامور يعني وقعت في واحد واحد الظرفيه زمنيه مهم يعني وابر يعني انها غتكون يعني ابر انك تعرف هذه المسائل هذه التاريخيه كتلقى بان يعني عندها ساويه واحد المبالغ ماليه ضخمه جدا يعني الى ما كنتش نقدر نكون يعني كان بالغ احيانا كتوصل حتى ل 8 د المليار 9 د المليار وراحنا عاطين واحد ليكزومبل غتشوفوه ان شاء الله في التصاور في اخر الفيديو دونك اخوان وجماليه هذا المجال ديال العملات يعني يعني كاين كتكت فين كتكتسبوا وفين كتعرف عليه اكثر حتى في يعني فاش كتقرب منه يعني في هذا يعني فاش كتقرب من هذا العالم ديال العبلات كتكتشف يعني شي حويجات رائعه جدا يعني اش نقول لكم يعني علاش كنهضر يعني بهذه الطريقه انا فعلا كنعشق هذه العملات وكنعشق يعني البحث في العملات ومعرفه التاريخ ديالها ونقرا عليها نعرف الظرفيه التاريخيه ديالها الى اخره الى اخره يعني هذا مجال يعني كنتمنى منكم يعني تبحثوا وتقربوا اكثر وتعرفوا عليه وتشقوه زائد غتكسبوا فيه واحد يعني واحد الخبز يعني واحد فيه واحد يعني مبالغ ماليه جيده واي واحد من الناس قدر تكون عنده يعني شي عملات قديمه في الدار ولا يعني خاصه يعني كانت عملة فضيه ولا ذهبيه يعني غناك الله دونك الاخوان والاخوات <applause> والامر الجميل في العملات يعني اللي بغى يبيعهم يعني مثلا برا ولا شي على حسب مواقع مثلا ايباي ولا يعني كيكون عندهم يعني بتصيفطها مثلا كتصيفطها بواحد الثمن رمزي ثمن رخيص بزاف دونك يعني هذا شيء جميل في, في, العالم الاونتيك ماشي مثلا بحال بغيت تصيفط حاجه ثقيله ولا مثلا شي مثلا تبصيل ولا شي حاجه ديال دالق وانتيك باريت ديال التصوير ولا المهم شي حاجه اللي غتكون ثقيله مثلا في الدومين ديالنا ديال البورسولين ولا ديال هذا دونك كتكون يعني كيكون الثمن كيكون كبير بزاف ويقدر يكون يعني يوصل الثمن ديال الارسال غلى من الثمن اللي غتجيب يعني واخا تحاول مثلا يعني تطلع شويه في الثمن وهذا ولكن يعني ماشي بحال العملات لا العملات تقدر تكون ساويه مبالغ ماليه كبيره وصيفطها بواحد الثمن رمزي بسيط دونك هنا فاش كت 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 كتجبر ديك ديك الجماليه ديال هذا المجال ديال العملات من جهه اخرى يعني كي يعني هذا التاريخ ديال العملات كتشوف يعني مثلا يعني كيختلف من دوله لدوله من على حسب مثلا امريكا ولا النمسا ولا يعني كيختلف على, على كيفاش يعني تكونت مثلا العملات الذهبيه كتلقى مثلا شي دوله مثلا صوبات واحد العمله يعني بحال اللي مثلا كت كتذكر بها يعني مرور مئة سنه على الحرب ديالها مثلا مع شي دوله ولا مثلا على استقلال ديالها او بعض الملوك يعني بعض الملوك كيديروا مثلا آه الرسوم ديالهم ولا بعض القياصرة مثلا قيصر في, في شي حقبه زمنيه او اللي كتعطيك مثلا تاريخ ديال شي دوله تاسيس ديال شي دوله يعني امثله تتعدد يعني كثيره وتتعدد <applause> آه، على يعني لا غنقول لكم يعني آه حاولوا تزولوا هذا مجال ديال الاونتيك وحاولوا تخصصوا يعني الانسان كل واحد منا يحاول يتخصص يعني قداش هما تخصصتي ولا عندك واحد النيش خاصه في البيع مثلا في البيع في ايباي ولا في مواقع اخرى قداش هما يعني تشهرتي مثلا بواحد واحد ال... واحد الشيء كت... يعني كتقوم به مثلا كتبيعو كتشري كتولي مشهور به كتولي تعرف به يعني كت... يعني كون متاكد انك تقضي في الغرض اكيد اخوان الأخوات أه دونك هذا من جهه من جهه اخرى الاخوان يعني نتمنوا يعني معنا وتعاونوا معنا وتتبعوا القناه تعاونونا بالاشتراك وبالجيمات وتشجعونا وان شاء الله تعالى غيكون جديد وغتكتشفوا واحد المجموعه من الاشياء يعني جديده ان شاء الله تعالى فقط تبعونا وان شاء الله يكون خير اللهم <سؤال> يستر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.